جميل لدور المرأة العظيم في هذه الثورة العظيمة. أنقل الميكروفون للتعليق للزميلة نبيلة الحكيم. مرحى مرحى بك أيتها المرأة، مرحى بك أيتها البنت، أيتها التلميذة والطالبة والدكتورة والمهندسة. ها أنت اليوم تشاركين في وحدتك، ها أنت اليوم أبيت إلا أن تكوني هنا في ساحة، ساحة الحرية، ساحة الحقوق والمطالبات. ها أنت اليوم ومع زخات هذه المطر ومع السماء تدعين الله سبحانه وتعالى أن يقول وتقولين: شهداؤنا وآباؤنا لكم الجنة، لكم الجنة. وها هم يستبقوك طلاب المدارس، طلابك أيتها المدرسة، طلابك أيتها المجاهدة، طلابك أيتها المشاركة التي أثبتت الساحة، ساحات التغيير وساحات الحرية في كل محافظات الجمهورية اليمنية. شاركت فكنت الأم وكنت الأخت وكنت البنت وكنت الزوجة التي فكنت الأخت وكنت البنت وكنت الزوجة وكنت الممرضة التي كنت رافدا لأخيك الرجل في هذه الثورة العملاقة، ثورة المطالبة بالوحدة الحقيقية. هنيئا لك وأطلقي بالوناتك، أطلقي أيتها المشاهدون الأفاضل في اليمن وفي كل العالم، يا من تشاهدون هذه الصور الرائعة الجميلة التي اليوم تمر في العيد 22 من مايو. ها هن النساء، ها هي المرأة العظيمة التي اتهمها طاغية اليمن. نقول له من هنا، نقول له من هنا من عيد الشعب من الستين: تبا لك، تبا لما دعيت به على أخواتنا. ها هي المرأة العظيمة من هنا تعلن بصوت واحد أن الكلمة هي للشعب. ما أجمل المرأة عندما يكون صوتها للوطن وللشعب. ها هن أخواتنا يعلنها صراحة من هنا ليرحل، ليرحل طاغية اليمن. أيها المشاهدون الأكارم، من هنا ومن على قناة سهيل، المرأة تبعث لكم تحية أينما كنت، تحية العز والكرامة، تحية النقاء. والآن أنقل الميكروفون إلى الزميل ياسر شيخ. أيها الشعب، أيها الشعب، أنتم الثوار، بكم الأرض والسماء سواء. يا نجوما تمشي على قدميها، كلما أظلم الزمان أضاء. هذه اللوحة الفنية الرائعة، إنها ترسم الحب والإخاء والوفاء، إنها ترسم الوجه الجميل لليمن. إن اليمن لم تمت في صندوق وضاح بلا ثمن، ولم يمت في حشاها العشق والطرب. ها هو العشق والطرب يسير، ها هو الفن، ها هو الحب، ها هي القيم. 100 يوم من الإخاء، 100 يوم من الثورة، 100 يوم من الحب والتآلف. ها هي الحياة المدنية التي نرسمها، إنها تقف أمامنا. هؤلاء طلاب المدارس الذين عشقوا
الحرية في سنهم الصغير فكبروا بها، كبرت أحلامهم وآلامهم، يرسمون لوحتهم بأيديهم. أيها الشعب، أيها الثوار، إننا في هذه اللحظات نرسم المستقبل، نعانق الطموح، نحضن الأمل. إنها في هذه في صنعاء وفي شتى محافظات الجمهورية ترتسم البسمة الحقيقية للثورة، ترتسم البسمة الحقيقية في عدن لثغر عدن الباسم، في صنعاء، صنعاء التاريخ، في تعز، تعز الحالمة، في إب، إب اللواء الأخضر، في المكلا وفي أبين وفي الضالع وفي الحديدة، في كل محافظة من محافظات الجمهورية. أيها المشاهدون الكرام، في هذه اللحظات ونحن نعلنها أن هذه الثورة ثورة قيم، ثورتنا ثورة قيم، ثورة الصدق والحقيقة والإباء والشجاعة والحرية. أنقل الميكروفون إلى الزميل الأستاذ علي صلاح. أعود فأرحب وأحيي أيها الكرام الأعزاء، أيها الإخوة المشتركون في العروض. أرجوكم أن تحثوا الخطى، فما زال العدد كبيرا جدا، حثوا الخطى بعض الشيء لكي نستطيع أن نفي بحاجاتنا في هذا الزمن الضيق. هو زمن ضيق على أعداء الثورة، وهو زمن متسع فاتح الأبواب على مصارعه لأبناء الثورة، زمن نمضي به ومنه ومن خلاله إلى مستقبلنا الآتي إن شاء الله، مستقبل الحرية والكرامة. واقيس الغضب حييت يا درع الحبيبة، يا عريقا في النسب، يا ماردا في قلبه النور، إذا الأمن استتب والنار بعض سلاحه تذري المهالك والعطف. الزميل أحمد الوصالي، تحية لكم أيها الجنود، الجنود البواسل، تحية لعطاءاتكم سيسطركم التاريخ بأحرف من نور على صفحة الزمن، سينقش عطاءكم، سينقش أسماءكم على صفحة الوطن، لما لا وأنتم تسطرون أروع قصة في تاريخ اليمن المعاصر، لما لا وأنتم ترسمون مدرسة جديدة في الحرية والكرامة، لما لا وأنتم تساندون هذه الثورة السلمية، تساندون قيم الحرية والإباء والكرامة، لما لا وأنتم أيها الجيش البطل، أيها القوات المسلحة والأمن، أيها الجيش البطل، أنتم الدرع الحامي لهذا الشعب ولهذا الوطن الكبير. والآن أترك الميكروفون مع الزميل أحمد المسيبلي. أيها المشاهدون الأكارم، يا من تتابعون في كل مكان على قناة سهيل، يمر الآن من أمام المنصة جيشنا العظيم من الفرقة الأولى مدرح، من الحرس الجمهوري، من الأمر المركزي، من كل قطاعات الجيش والأمن في يمن 22 مايو، من صعدة، من حضرموت، من المهرة، من سقطرة، من عدن، من صنعاء، من البيضاء، من الحديدة، من كل مكان. هذا هو الجيش عندما يقف إلى جانب الشعب، هذا هو الجيش عندما يقف إلى جانب الوطن، هذا هو الجيش عندما يمجد الشعب، هذا هو الجيش عندما يذود الحمى، هذا هو الجيش عندما يكون حرا طليقا من أجل الشعب لا يستعبده أحد أبدا. تحية لكم أيها المغاوير، تحية لكم أيها الجيش العظيم. ها نحن شعبنا العظيم أتى إلى الستين، هنا أتى شعبنا ليحيي الجيش العظيم، الجيش الذي يقف إلى جانب شعبه، إلى جانب الوطن، إلى جانب القضية، إلى جانب الثورة.
ألف تحية لكم وألف تحية للشعب العظيم. وأنقل الميكروفون الآن إلى الزميل خليل القاهري. اليوم هنا سيسجل التاريخ لليمنيين مكانا عليا، سيسجل للأجيال وللأمة اليمنية وللوطن الموحد، سيسجل لحظات فارقة في الحياة اليمنية. اليوم هنا اليمنيون رجالا ونساء وطلابا وأساتذة ومن مختلف الفئات، هبوا من كل حدب وصوب ليحتفوا بوحدتهم. اليوم كما تشاهدون الآن أمامنا في هذه اللوحة أبناء عدن الباسلة، عدن الوحدة، ثغر اليمن الباسم. تحية لأبناء عدن، تحية لأبناء عدن الوحدويين الشرفاء المناضلين، تحية لأبناء عدن وهم يرسمون هذه اللوحة الوطنية الوحدوية الرائعة. اليوم هنا اليمنيون من كل محافظات الجمهورية، من صنعاء ومن عدن ومن تعز ومن الحديدة ومن البيضاء ومن عمران ومن حجة ومن صعدة ومن مأرب ومن أبين ومن كل محافظات الجمهورية، من ذمار وأب والضالع، من كل اليمن الحبيب. اليوم هنا الوطن اليمن اليمني الكبير. هذه اللوحة لوحة أبناء أبين، أبين الإباء والشموخ، أبين المناضلة الوحدوية في أبنائها ونضالها وأبنائها الشرفاء الذين أبوا إلا أن يشاركوا شعبهم بهذه اللوحة الوطنية الوحدوية الرائعة. هذه لوحة أبناء شبوة أيضا، هذه لوحة أبناء محافظة شبوة، شبوة الإباء والشموخ الوحدة. هؤلاء أبناء شبوة الوحدويون الشرفاء الذين أيضا أبوا إلا أن يشاركوا احتفاءنا بهذه الذكرى الوحدوية الغالية. هنا يمن الإيمان والحكمة، هنا شعب صنع الإنجازات والأمجاد، وهو اليوم ينحت في الصخر يدفع للثورة مهرها من دماء أبنائها الزكية التي تفوح رائحتها اليوم زكية في كل أرجاء المعمورة. الميكروفون للزميلة نبيلة الحكيمي. ماذا أرى؟ إني أرى لوحة رائعة، روحة فيها ألوان علمي، علمي الذي جعلته اليوم في السماء يرفرف. إني أرى في هذا العلم وفودا تتوافد من محافظات عدة. ها هي الآن مرت محافظة الثقافة، محافظة تعز، تعز الإباء، تعز الشباب، تعز الثورة، تعز التي أعلنت وأبت إلا أن يكون دماء أبنائها دماء تسيل في كل محافظات الجمهورية اليمنية. ها هو ابن تعز والشباب في تعز يخطون دماءهم، وعاهدوا هذه الثورة الشبابية أن تكون دماءهم هي الأولى. تعز هي الأولى في الدماء. ها هو شاهم الشهداء، شهداء هذه المحافظة، يسقطون في الحديدة ويسقطون في عدن ويسقطون في صنعاء ويسقطون في إب، وكلهم يقولون ها هي دماؤنا رخيصة لك يا يمن ليخطوا الوحدة، الوحدة التي حلمنا بها طويلا رغم أنها تحققت في العام 90، الوحدة التي ماتت وأنعشناها بأرواح ودماء هؤلاء الشباب. هذه الوحدة اليوم تقول عدي إلينا حبيبة وعدي إلينا أما ولن نتركك أبدا أيتها الوحدة. ها هي تقول